لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي إنستان. نتمنى ينال إعجابكم البنات وتعجبكم القناة ديالي أوف كورس. وأكيد أكيد إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو ديالي وأول مرة غتشوفوا القناة ديالي، فكنتمنى منكم كنطلبكم بليز 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 أنكم تشتركوا في القناة ديالي وتضغطوا على الزر الأحمر ديال الاشتراك، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم أي جديد. ولا عجبتكم انا ولا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ديالي او لا قناتي بصفه عامه، خليوا لي واحد الكومونتير، واكيد ديروا لي لايك 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 باش نبقى ديما ديما نجيب لكم الجديد وما نغبرش عليكم. اللي كاين البنات سمحوا لي على هذه المقدمه، راه كنحاول انني نقلب شي مقدمه اللي تليق بالمتتبعات ديالي او فيها المتتبعين بصفه عامه، فاعتذر ان شاء الله مقدر بحال هكا نجيب شي مقدمه غزاله بحالكم. ايوا البنات، كما وعدتكم في الفيديو السابق انني غادي نحط لكم فيديو ابارتمنت تور، جوله في الشقه ديالي، فانا يعني ربيت لكم الطلب اليوم بهذا الفيديو. بزاف البنات كانوا قالوا لي في انستغرام ايمي ورينا الابارتمنت ديالك، ورينا شنو درتي، زعما الا كانت شي فراش ولا هادي وريها لينا خاويه. انا البنات دابا غادي نوريكم ابارتمنت خاويه تقريبا، راه ما فيهاش شي حاجه من غير واحد الدريسر، يعني واحد البلاكا حاطه عليه التلفازه، هذاك هو اللي غادي نخليه. ولكن الفوطو يا البنات اللي غادي تشوفوا في هذاك الفوطو يا البنات غادي نحيدو، غادي يردوا الايكيا، ما عجبنيش، وراني شرحت علاش في الفيديو الجاي ان شاء الله على الفراش وداك الشيء. غادي تشوفوا الصالون، غادي تشوفوا الصالون اللي شريت، يعني بدلت هذا الصالون اللي شريت، هذا باقي ما رديتوش الايكيا، قلت حتى يقرب يجيني هذاك حيت ما يجيني ان شاء الله حتى السيمانه الجايه. المهم ما نطولش عليكم البنات، كنتمنى ان هاد الشقه تعجبكم. انا الصراحه عجبتني، يعني كانايا كشخصيتي ارتحيت فيها، لقيت فيها داكشي اللي باغا وداكشي اللي كنقلب. اهم 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 حاجه البنات لقيت فيها الوود فلور، ما كاينش الكاربيت الحمد لله. كنت كندعي وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي راني ما باغاش الكاربيت، حيت فريمون البنات انا كيدير لي الحساسيه، وكيجيني واخا كتنظفي واخا ما عرفت شنو كيبقى الدنيا موسخه يعني. وهنا في امريكان صعيب، الا بغيتي تنظفي خصك تجيبي واحد الشركه وهذه وهذه، يعني ماشي ديما ممكن انك تنظفي، ماشي بحال الوود فلور او ناس كيقولوا لي هذاك العود البنات اللي كيكون في الارض، هذاك بعدا ممكن واحد الشرويطه كتفكيها ودير فيها البرودوي ديالو وتعصريها وكدوزي عليه كيولي هكا هكا كيدير بحال باقي جديد. المهم سمحوا لي كنطول عليكم في الهضره، فرحانه بزاف بزاف حيت غادي نوريكم الابارتمون ديالي. كنتمنى حتى نتوما تكونوا فرحانين بحالي، يعني تعجبكم، كنتمنى انكم تعطوني نصائح من القلب ديالكم، شنو ندير لنا شنو ندير لنا شنو ندير لنا، وكونوا اكيدين انا غادي نطبق كاع النصائح ديالكم وغنوريهم لكم في فيديوهات جداد، يعني فيما غنزيد شي حاجه ولا هذه غادي نوريها لكم. ويلا هم معايا تشوفوا الابارتمون ديالي. وحنا دخلنا البنات، مهم هذا هو الباب اللي وريتكم دابا الدخله ديالو، كما كتشوفوا راه بحال هكا كيجي. كما قلت لكم الحمد لله عندي الوود فلور كما كتشوفوا البنات، الحمد لله نعمه كبيره. وفاش اول مره جيت نشوف الابارتمون ولقيت الوود فلور فرحت بزاف صراحه. المهم هذوك الصبابط ديالنا كنديرهم حيت باقي مازال ندير ماريو نحطو هنا ديال الصبابط. المهم البنات هذه هي الكوزينه، الكوزينه بحال سبق الابارتمون اللي كنت ساكنه فيها شحال هذه تقريبا بحال هاتي هي، فيها جوج دخلات ديال الكوزينه، يعني كاينه هذه اللي مع الباب وكاينه هذيك اللي ملي كتجي. المهم البنات فاش كتجيو نوريكم واحد القضيه، يعني فاش كندخلوا مع الباب كاين هاد الكولوار بحال هكا، تما كاين الدوش وبيت نعسو، هذيك الكلوزيت راه نسيت ما سديتهاش، وهنايا الصالون. المهم ندخلوا الكوزينه عاد نخرج لكم من تما ونوريكم الباقيه. كما كتشوفوا البنات الكوزينه فيها جوج جويه، يعني ها البلاكارات حشاكم هذاك ديال الزبل كما كتشوفوا. المهم
يعني ما عنديش بزاف المواعن، هي كاينه عندي هذه غسله المواعن، ولكن انا اكثر هي داكشي الخفيف كنبغي نزرب عليه يعني ونغسله. فخديت هذه من ايكيا، هذه راه كتحل مازال، وخديت هذه ديال الطباسل، وهذه راه كتحطي فوقها المواعن. المهم خديت هذيك حتى هي ديك القطاعه ولا الكراده ولا واش كتقولوا ليها ديال العود من ايكيا، هي كنت كنحط عليها الماكله وداكشي. المهم كاين هاد الضوء، انا نشعلو لكم. الحمد لله الكوزينه مضويه فيها حتى هادي كما كتشوفوا تما القبيضات. ان شاء الله راه ما غنحلش لكم دابا البلاكار ديال الكوزينه، ولكن غادي ندير لكم واحد الجوله غير في الكوزينه ديالي ونحل لكم البلاكارات ونوريكم كيفاش غادي ننظمها ان شاء الله. صافي وخديت هذيك، هادوك خديتهم من هوم جودز، لقيت فيهم صول تقريبا شي 4 دولار، عجبوني يعني ديال الزيت العاديه اولا الزيت النباتيه والزيت الزيتون. وهاد الكتوبه البنات صراحه بغيت نولي مدمنه على الكتوبه، وكنبقى بزاف في الكوزينه وحطيتهم في الكوزينه، وكذلك كيجيو زوينين في الكوزينه ولا ورا طوندونس. هادشي ديال الكتوبه تحطيهم بحال هكا في الكوزينه، تحطيهم فوق القهوه فوق الطابله ديال القهوه، راه ولاو طوندونس دابا. وهاد الجهه البنات كنجيو المهم هاد الجهه فيها السينك وفيها الغساله الاواني، وهاد الجهه البنات كما كتشوفوا عندنا الميكروويف فران والثلاجة، وفيها هاد البلاكارات بحال هكايا كما كتشوفوا. المهم واحد التفصيل بحال هكا البنات، الثلاجة بحال هكا زوينه، اللون اللي كيعجبني الميكروويف، اللون كيعجبني الفران، اللون اللي كيعجبني يعني كحل ما كيبانش هذاك سميتو داك الحراق، ولا واخا كتحكي عرفتي دوك الفران البيضين كيبقاو يبانو. المهم هذاك راه داك اللي كان مابي بها الفلور، خصني نحيدها مازال كان ما عرفتش فين نحطهم صراحه. المهم البنات هذه هي الكوزينه ديالي، نوريها لكم من الجهه الثانيه. هذه هي الكوزينه البنات، صغيره على قدي يعني ماشي زعما ماشي كبيره ولا هذه، ولكن الحمد لله اتقدني. ايوا هنا الغزاله ديالي، غادي نجيو هنايا لهاد البلاصه هذه اللي مقابله هكايا كما كتشوفوا مع الشرجم. الحمد لله عندهم كبار، انا البنات جيت في الفيرست فلور يعني في الطبقه الاولى يعني، وهنا عندي اكسيا شرجم مقابلين مع الباركينغ. الشرجم عندهم كبار يعني بالنهار، دابا راه بدا كيغرب الشمس داكشي علاش شويه ما يبانش لكم الضو كما كتشوفوا. الحمد لله راه جيت انا يعني في الداون تاون. المهم البنات ما ديوش على ديك الطابو على ديك البوكسه، هذيك البوكسه البنات راه خديتها بلاتي نزومي ليكم الا كشو هذاك ديال الورك اوت كيت البنات هذاك الشيء، حيت ان شاء الله بديت في لونطريمه، واكيد اكيد غنشارك معكم لونطريمه اللي غندير، حيت خاصني نقص الوزن خصوصا الكرش. المهم هذاك الشطاب البنات راه غادي تحيد حطها مؤقتا. كما كتشوفوا هاد المساحه كامله البنات خاويه ومقابله مع الكوزينه، فهنا فين مقرر ان شاء الله باذن الله غنحط طابله يعني بالكراسي فين غادي نوليو ناكلو، حيت الصراحه ديال المكان ديالها يعني ما كاينش شي حاجه اخرى، نيت هنا حدا الكيتشن صافي وهنا فين ناكل حتى الشرجم نيت. بالنسبه لهادو زوينين عجبوني هادو ديال الشرجم البنات، ممكن انني نشري هكا الوارد ولا نشري محيبقات ونحطهم، فعجبتني هاد القضيه. هادشي اللي كاين الغزاله، المهم برقوا شويه. ايوا هنايا البنات غادي ندور لكم هكا البنات، هادي هاد الخرجه ديال الكوزينه كاين هنا فين ندير الطابله، وهاد القنت البنات اولا هذا هو المراح ولا صالون ولا ما عرفتش كل واحد كيسميه. كاين هنا هاد الشرجم، هاد الكرتونه غادي تلاح البنات يعني ما ديوش عليها، هادو شي دوزان وشي تخربيقات كيستعملهم راجلي، حتى هما غادي نحيدهم غنديرهم في هاد الكلوزيت. هاد الكلوزيت البنات بالنسبه للملكه راه يعرفوها كيكون فيه هاد العيبات، فغادي نحاول نخشي داكشي نخشيه تما كاينه ان شاء الله. وهنا البنات كما كتشوفوا هذا هو الصالون، فاش غادي نخوي هادشي وتحيد هاد الكرتونه وهادشي. الصالون اللي شريت انا كنت شريت هذا صافي، وقلت ناخذ لي واحد الزربيه صافي ونحط الفازه هنايا، وناخذ شي مرايه نحطها هنا. ولكن الصالون اللي خديت كبر من هذا شويه يعني غيجيب تقريبا بحال هكا، يجي هكا هكا يعني كبر من هذا، ف يا غادي نحطوه هنايا.
وغادي تجي واحد الطابله ديال تلف ديال الضو ديال لامب، تجي وحده هنا وحده تما كاينه البنات. فهنا غادي ندير واحد المرايه ان شاء الله. قولوا لي نتوما اش بان لكم، قلت مرايه ولا واحد عرفتوا دوك الحبوقه البنات اللي كيمشيو للايكيا راه كيشوفوهم، بعدا نديرهم تما باش يدرقوا لي شويه هاد البلاصه هادي. وغادي نجيب واحد جوج كراسي بحال هكايا غادي نحطهم هنا. المهم لا عندكم شي افكار قولوهم ليا، المهم انا ضروري خاصني هذاك الحبق وخاصني مرايه ضروري ضروري ضروري. مرايه كنقول هي نحطها تما، هي نحطها تما كاينه، ولكن الا عندكم شي افكار قولوهم ليا. كما سبق وقلت لكم البنات هذا الفوطو هذا اوه غادي نحيدو وردو الايكيا، خديتو زعما ثمن يعني راه ثمن يعني ماشي شي حاجه غاليه وماشي شي حاجه رخيصه، ولكن ما عجبنيش بالثمن ديالو وما خداش مده يعني تقريبا يلا 3 سيمانات وشو الجلسه شو كي ولا كيبان بحال ضارب سنين ومنين البنات. والله انا باقي ما كملتش 3 سيمانات كتخديت لي زعما هاد المخدات، ولكن ماشي مشكل غنردو اليوم. هنا البنات جا هاد الحيط هكا زوين صراحه. هذا ديال التلفازه. بالنسبه لهاد البلاكه راه البنات راني الفيديو الجاي ان شاء الله راه شرحت عليه كلشي منين خديته وبشحال وعلاش وهذه، فانا نشرح لكم بالزربه بالزربه في هاد الفيديو. هاد البلاكه راه البنات اللي كتشوفوا فيه راه ماشي ديال التلفازه وماشي ديال ديك البلاصه، هذاك خديته مؤقتا نحط فوق التلفازه باش ما تبقاش في الارض، وهذاك غنمشي غنحطوه هنا البنات مع الدخله. المهم سمحوا لي ما شرحتش لكم الدخله، عندي واحد المشكل في الدخله اللي هو الضوء. كما كتشوفوا ما كايناش شي حاجه ديال الضوء في الدخله. فاول حاجه قلت لكم هاد البلاكار غنجيبو غادي نحطوه هنايا ديال الصبابط. انا غنشري واحد ان شاء الله واحد المرايه دايره، راكم عارفين دوك المرايات خارجين دابا طوندونس. وبالنسبه للضو ما كاينش، بان ليا في ايكيا كاينين واحد اللامبات كيتعلقوا بحالك وكيشعلوا، يعني الا دزتي من حداهم كيشعلوا، فهذوك غيكونوا زوينين. انا نعلق وحده هنا وحده هنا ان شاء الله باش يعطيو الضو. وفي هاد الجهه هادي البنات غندير واحد كتكون بحال هكا فين كتعلقي التريكو ديالك، ولتحت فين كتجلسي ممكن تلبسي الصباط ديالك، هتكون صغيره هنايا. المهم كلشي غنشارك معكم، واكيد اكيد لكن عندكم اي زعما اي اقتراح، فانا اصلا علاش درت هذا الفيديو باش ناخذ الاقتراحات ديالكم، خصوصا البنات اللي عارفين شي حاجه ديال الضو. البنات كما كتعرفوا راه ما كاين لا بريز هنا لا والو، بليز بليز البنات قولوها ليا، يعني الا كان شي حاجه ديال الضو بلا بريز وزوينه واخا تكون اونلاين زعما من امازون صيفطوها ليا ناخذها ان شاء الله. ايوا قلت لكم البنات هذا غادي نحيدو غنحطو تما، هذاك هو بلاصتو زويون خفيف، يعني هذا اللون هذا هو اللي هاد الستايل ديال العود هو اللي بغيت نولي زعما ناخذو بحال بزاف هكا في الدار ديالي. هادشي اللي كاين هنا غيجي فوطوي. كاينه هاد الخويه هادي، هادي انا باقا صراحه قلت لكم نقد ندير مرايه تما باش فاش نكونوا داخلين تشوف المرايه وتعطي واحد لي سباس كبير. وكنقول غندير واحد ديسك حيت انا راكم عارفين كنبغيو نقراو بيسي وداكشي ضروري من خاصنا واحد ديسك واحد البيرو هنا صغير. فلا كان عندكم شي اقتراحات اخرى اقترحوهم ليا. واحسن حاجه الدار كامله البنات وود فلور كامله عود الحمد لله. ايوا هنا البنات هذا هو الصالون. كنجيو هنا هنا البنات كاين هاد الكلوزيت راني نسيت ما سديتهاش. مهم البنات هاد الكلوزيت راه هي اللي درت فيها حوايجي، كما كتشوفوا حوايجي راه مخربقين وما ديتوش عليهم، يعني انا ماشي قعديت وزوقت وريتكم داكشي كما هو. كما كتشوفوا انا خديت الكلوزيت الكبيره عادي شي حاجه عاديه كما كنعرفوا حنا العيالات ديما كنهرفوا. المهم البنات باقي ما مقادهاش، غا حطيت فيها حوايجي دابا مؤقتا، باقي نشري لها داك المنظمات وداك الشيء. المهم نسدوها هكا البنات كتجي. كتجي هنا هذا بيت نعاس وهذا الدوش،
واحد الحاجه اللي بيت ناس البنات انا ما غنوريش لكم حاليا حيت الناموسيه في الارض وزعما الصراحه المنظر ديال المنظر ديالو ماشي هو هذاك، ما غنوريش لكم حاليا ان شاء الله حتى نقادو، حيت انا بيت نعاس دايره لي فريش في راسي، فان شاء الله فاش نقادو راه غادي نوريه لكم الداخل. هو يعني ماشي كبير وماشي صغير، مربع يعني قاد يعني انا والزوج ديالي. وهنا البنات دوش، البنات دوش غادي نوريكم واحد الليله خفيفه ظريفه. المهم البنات تما كاين الدوش وهذا هو الدوش ديالي. المهم هاي ام هير. شوف نحضر الريح ديالي كما قلت لكم، راه باقي ما شريت لا الباد فريم، اش كيقولوا الباد فريم هذاك العود اللي كتحطوا عليه الناموسيه محدي الله خيد الماتريس، يعني الناموسيه لا بلاكا لا شي حاجه اللي ندير فيها الميك اب ديالي الريح ديالي حتى حاجه حتى حاجه. فبلا ما نوريكم بيت نعاس البنات حيت فيه حوايج ومخربق صراحه. وهذا الشيء اللي كاين البنات، الدوش هو هذا تما راه كاين الدوش، ان شاء الله تنقادو مزيان ونوريه لكم. هذا الشيء البنات راه عديت به فاطي، هذه هادو البنات خلاص راه خديتهم من دولار تري يعني دولار الوحده غير باش نعد به، ولكن انا باقا ما مقتنعش بهم. وهذا الشيء اللي كاين الغزاله ديالي البنات، نتمنى الفيديو نال اعجابكم. وواحد الحاجه قبل ما نسال الفيديو، بليز البنات نصحوني باي حاجه، ها نتوما شفتوا الابارتمون يعني ما خبعت عليكم والو من غير بنت الناس، نتمنى انكم تحترموا الراي ديالي، حيت فريمون مروان وتشوفوا الناموسية تشوفوا الناموسية في الارض وهادي، ف ما بغيت صراحه تشوفوا هذاك الشيء. ان شاء الله تنقادها بيت نعاس راه صافي قررت شنو ندير فيه، هذاك الباد فريم وبلاكار ولا هذاك الشيء ديال الماكياج وداك الشيء، راني قررت يعني صافي خديت فكره شنو غادي ناخذ، فان شاء الله فاش غادي ناخذ ونقادو نصيبو غنوريكم بيت نعاس، حيت حشومه هكا توريو زعما بيت نعاس هكا مخربق. فهادشي اللي كاين البنات بالنسبه للكوزينه، قولوا لي شنو بان لكم شنو نزيد فيها. اكيد المواعن باقي مخاصني بزاف، راه ما خديتش انا المواعن، خيطا جوج طباس كبار جوج طباس صغار وعشاق وصافي، داكشي محدود بزاف وقوامل. فالا قولوا لي في الكومونتيرات شنو ناخذ زعما شي حاجه اللي مهمه خاصاني، فكنتمنى انكم تقولوها ليا. كذلك الطابله شنو الشكل كتنصحوني ديال الطابله، واش ديال الماربل ولا ديال العود او المهم جاج ولا مهم، نتوما حاولوا انكم تقولوا لي افكار اللي غادي يجيو هنايا. وبغيتي حاجه اللي تكون لونها مفتوح، حيت كما كتعرفوا الود فلور عندي في داك الجريل مغلوق، خاصه شي حاجه مفتوحه اللي تفتح لي الدار، خصوصا انا جيت زعما في الفيرست فلور او البروميان كما كتعرفوا الشمس ما كتدخلش مزيان، واخا زعما مزيانه ولكن ماشي بحال فاش كتكوني الفوق. ثاني حاجه انا راه كما سبق وقلت لكم وغادي تشوفوا في الفيديو الجاي من ورا هذا ان شاء الله، انني خديت كاوتش وصافي الصالون، خديت الفوطو كبير، خديت الطابله ديالو، الطابله ديال هذوك هذوك لامبات اللي كيتحطوا، فان شاء الله الفيديو الجاي غادي تاخذوا فاش غادي تاخذوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تشوفوهم. فكنبغيكم انكم كذلك تقولي شنو الضربيه وشنو اللون ولا الشكل، واش الدايره واش المستطيله اللي غادي تجي ليا مع الفوطو اللي غادي ناخذ ان شاء الله. وما نساوش الدوش، شنو ندير فيها البنات، تبان لكم الدوش شنو خاصو يكون فيه، شنو غيجي معاه، شنو اللون اللي غندير. كما كتشوفوا الدوش ما عنديش شي حاجه كبيره، زعما على قد الحال. اصلا الابارتمون كامله ديال شخص واحد او لا شخصين يعني ديال كابل، كما سبق قلت لكم انا بناتي ما كاينينش معايا، فماشي مشكل انني انا وراجلي مكفيين خلاص، حنا اختارينا نسكنوا في واحد البلاصه اللي فيها الرواج وهادي، فواخا يعني بيت واحد كتسمى ابارتمنت وان بيدروم، يعني ابارتمنت بيت واحد كتكون غاليه في هاد البلاصه، ولكن ماشي مشكله البنات. كما كتعرفوا انا بعدا من طبيعي كيعجبني نسكن في واحد البلاصه اللي مروجه وهادي، ونستغل الفرصه من حد باقي بنياتي ما جاوش، حيت ديك الساعه خصنا ان شاء الله نشوفوا شي دار ونكون في واحد البلاصه زوينه فين ندخلوا القراو. هنا ماشي مشكل، كاين الرواج ديال لي سينجل ولا ديال لي كابل، يعني ديال اللي ما عندهمش الوليدات ولا هادي. هادشي اللي كاين بالنسبه للبنات. هاد الابارتمون راه
هي واحد الابارتمنت بيلدين كبيره، فيها تقريبا واحد ثلاثه البيلدين، يعني ثلاثه العمارات مكونيكتيين مع بعضياتهم. عندهم بزاف الحوايج زوينين، ما بينها كاين بول يعني السباحه، راه غادي نخلي لكم هذا الفيديو، كاين بول، كاين جيم يعني فيتنس سنتر يعني لاصال، كذلك نخلي لكم واحد الفيديو هنا تشوفوني انا في لاصال هنا ولا هنا، غادي تشوفوه. مهم بالنسبه للسباحه البنات، يعني هذا اش كتقولي المسبح ولا البول، زوينه البنات، كاينين جوج فيه، كاين الواحد اللي غارق بزاف، كاين واحد غارق غير شويه، غليسه فيه تيغاس خطيره البنات، فيه شوايه فين كتشوي وتجلسي، يعني الا كانت عندك هكا فين زعما زعما عندك صحابك ولا هادي، ما تحتاجيش تدخليهم الدار، ممكن ديهم البول يعني ويجلسوا. هادي كان عندك مثلا حنا كنقولوا شي باري ولا حفله شيواء حفله شيواء قلت لكم كاين جيم، الجيم البنات غزال غزال، هو غادي تشوفوا شي فيديو، المهم ما عرفتش واش حطوه هنا ولا هنا، زوين فيه تقريبا كاع دوك الالات اللي كنحتاجو ديال لونطريما. مهم غزال غزال، في واحد الحاجه زوينه بزاف واللي هي السينما البنات، في سينما كل ثلاث كيديروا لك فيلم، وكينزلوا بزاف الناس زعما من السكان كيتفرجوا هكا جالسة كتشوفي. المهم كذلك غنخليه لكم البنات في شي جنب في شي فيديو هنا ولا هنا. المهم فيه هكا اش كيقولوا ليها روم سنتر، يعني واحد البلاصه كبيره كما كنقولوا ديال الاجتماع، بغيتي تمشي تحضي اي واحد، المهم كيكون عندك كي وكتدخلي لهذاك البول، المهم باش تدخلي البول ولا الجيم ولا اي بلاصه ولا حتى زعما البلدن كيكون عندك واحد الكي باش كتدخلي. ف فيه في هاد السنتر يعني اللي قلت لكم روم سنتر، ممكن بغيتي تمشي تحضي عندك شي اجتماع بحال هكا، يعني المهم داكشي الناس هاد الناس فيهم بزاف العياقه علاش في الاجتماع بالحق، انا كنت باغا نحفظ ولا عندي شي لعيبات ولا بغيت ندير مونتاج ولا هادي، كتحزي الباس ديالك وكتجلسي. نقدر نخلي لكم توا في شي فيديو يعني هاولا قد البنات، حيت انا فريمون ما عارفاش البوليسي ديال هاد الابارتمنت واش فريندلي هكا مع السوشيال ميديا ولا لا. المهم انا غادي نقلب الى البنات، ما حطيتش لكم فيديوهات، اعرف انني عرفوا انني فاش قلبت لقيت انهم كيبغيوش يتبارطاجيو بحال هادشي في السوشيال ميديا، ولا حطيتهم عرفوا راه عندهم هانيه. وثاني حاجه البنات او ثالث ولا رابع حاجه اللي حمقتني البنات فريمون، هو الفوق، يعني هاد البلدين فيها 10 ديال ليطاج اييه، والفوق كاع في الحاج ليطاج الاخر يعني السطح، كان واحد المنظر او ماي جاد. عادشي انا اكيد تكونوا اكيد راه غادي نصوروا لكم، حتى هو تما كيكون باري وداكشي، والسبت الحد كيكون فيه درس ديال اليوغا. غنحط لكم فيديوهات فاش غادي نديروا اليوغا. كيجي واحد الكوتش فري مكتخلصي والو، افري ساتردي اند ساندي، يعني كل حد والسبت كل سبت وحد، وكتدي معاك الماتريال ديالك اللي كيقول لك، وكتجلسي ديري اليوغا على واحد المنظر غزال، كتشوفي العمارات وكتشوفي غروب الشمس وكتشوفي واحد المنظر اللي غزال البنات. وعاد الفوق كاين واحد البلاصه كيديروا كيشعلي فيها العافيه، يعني كتشعل فيها العافيه، كتجلسي كتبقاي تمنظري في داك الجو الرائع. مهم الى كتب ويعني وعندهم يتسوكي يعني هادشي نحطوه في السوشيال ميديا، فاكيد اكيد غادي نشارك معكم هادشي. الا ما كانش في هاد الفيديو غيكون فيديو جاي، حيت صراحه انا ما مصوراش هذاك الفوق، يعني ما مصوراش ديك الجلسه وداكشي، ولكن ضروري خاصنا نطلعو نصورو تما ونديرو فيديو ونديرو لهم هاي لالا. ايوا الغزال ديالي هادشي اللي كاين، انا فرحانه بزاف 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 حيت رجعت عاوتاني اليوتيوب. الا كنتو نتوما فرحانين حيت رجعت تسونيش من لايكات بليز، وما نزيدش نطول عليكم، الا بانت لكم شي حاجه خصني نبدلها ولا خصني نديرها قولوها ليا اكيد غادي نطبقها. تهلاو ليا في راسكم، كنبغيكم بزاف، ما تنساونيش من لي لايك بليز لايك ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي اللي كله حماس، وتا هو كنتكلم فيها على الفرج ديال الدار، وتشوفوا صالوني وتقضوا
لا هتشوفوا غير الصالون ان شاء الله. الفيديو اللي من وراه اللي غادي نوريكم الى فرش شي حاجه جديده. يلا هالغزالات تهلاو في راسكم، بوسه كبيره لكم كيف ديما، ما كنساكمش من البوسان. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.